مين يا أربخل الله؟ طب انت كده كده كنت هتشتغل معاه. لا، اشتغل معاه بمزاجي حاجة، واشتغل معاه وانا متهدد حاجة تانية خالص. مش فارقة كتير. مش بقول لك حمار، لو شغال معاه بمزاجي المعلومة هتبقى بمية، انما لو متهدد هتبقى بابنية ببلاش. مش كنا لعبنا العشرتين دول سوا وشقطناهم لبعض؟ انا بصراحة خفت اجي معاك دغري تقفش عليا وتبلغ عني. ابلغ مين؟ السفارة المصرية بقى، ولا الظابط اللي انت شغال معاه ده؟ ابلغ ناس مش حاسة بينا، ولا بوجع الفقر اللي بيناخر في عضمنا، ولا بعمرنا اللي بيعدي عشان بس ننام وناكل؟ ولا انت بقى اللي طمعت في اللعبة وكنت عايز تكوش عليها لوحدك؟ تخيل ان انت اذكى واحد وانت اخشم خلق الله. طب والله لو اعرف انك زيي كنت لعبت معاك من الاول، بس ملحوقة. ملحوقة؟ ايه يا عم، في ايه اللي اتكسر يصلح؟ انا اللي كسرت يا سالم. طب رايح فين؟ احنا لسه ما خلصناش كلامنا. بقول لك ايه، ابعد عني، انا مش شايف قدامي، عايز اتمشى لوحدي. خلاص انا هاجي معاك عشان نفكر سوا. خش يا سالم العب عشرتين طاوله على فلوس، ما ده سقفك. اروح فين؟ انت مش شايف عامل ازاي؟ ده عامل زي الطور الهايج، ده قليل لما ضربني. عشان هيك قلت روحوا له، مش روح له. صح يا كبير، اكبر صح. لا مؤاخذة. اي حاجة انا معايا ضيوف. تحرجني انت صوت الضيوف. هاي. مش النظرية. انا لقيت ان ده احسن اعتذار ممكن اعتذر لك بيه. يا بخت اللي قدر واقف يا سالم. اتفضلي اتفضلي. شكل صاحبك زعلان منك قوي سالم. معذور. هو كان نصبني في الشين وانا ما كانش معايا. افضح روحك افضح. ايه؟ هو احنا مش كده خلاص؟ سماح. سماح بس؟ ده احنا سماح وسناء وصفاء كمان. وايه بقى عشان اول مرة تقابلنا ما لحقناش نتعرف؟ ايه بقى؟ ايه؟ ما انا بسأل ايه؟ ايه؟ صفي لبن يا صاحبي. ما تقولش بس يا صاحبي. يا بابا انت فين؟ بتكلم على البيت ما حدش بيرد. اهو يا عم انا في مدخل العماره، سالت عليه البواب قال لي لسه ما رجعتش من بره، اكيد لسه في درس الدين. خالد، فريده وصلت اهي. روح بقى وانا هطمنك زي ما اتفقنا. طيب طيب تمام. ايه
ايه ده عمو؟ ايه المفاجأة الحلوة دي؟ جيتي الحق، هي ولا مفاجأة ولا حاجة. أنا كنت بحاول أكلمك عشان أقول لك أنا جاي أطمن عليكي، كنت عايز أعرف لو ناقصك حاجة أجيبها لك معايا، بس أنت يا بنتي ما اديتنيش ولا فرصة. لا إله إلا الله، أنا بجد مش عارفة إيه اللي حصل في دماغي، كل مرة باجي داخلة الدرس بعمل الموبايل على سايلنت وبنساه. ولا يهمك يا ستي، المهم إن أنت بخير. دخلت كمان مكلمني 4 مرات. دلوقتي يعني بنطمنه. بس إيه ده؟ بسم الله ما شاء الله شكلك زي القمر في الحجاب. ربنا يخليك يا عمو. الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. تفضلي يا بابا. وانت كمان تفضلي يا حبيبة بابا. ايه ده؟ ده مصحف وفيه تفسير مبسط القرآن. الله، أعظم هدية من أعظم أب في الدنيا. الله يخليك يا حبيبتي. متشكرة يا حبيبي قوي. تفضلي. هعمل لك القهوة حالا. انت تعرفي أنا ليه اخترتهولك مفسر؟ عشان أنا اكتشفت إن أغلبيتنا لما بنقرا القرآن مفيش حد فينا يكلف خاطره إنه يدور على التفسير اللي إحنا بنقراه. وكأن القراية دي واجب وخلاص يعني. والله يا بابا عندك حق. أنا نفسي ما كنتش بمسك المصحف غير كل رمضان مرة. وساعات كمان ما كنتش بلحق أختمه. قد إيه الدنيا كانت لاهية الواحد واخداه. إيه يا ستي ربنا يهدينا جميعاً. لا صحيح يا فريدة، في ناس كتير زي كده بيقروا من غير تفسير. ولما بيلاقوا حد يفسر هم وحظهم بقى. ازاي يعني؟ بص يا ستي، انا شايف ان الفقه الاسلامي وتفسير القران ده علم كبير جدا ومحتاج وقت طويل. طب انت تعرفي الشيخ الشعراوي توفى من كام شهر الله يرحمه؟ توفى وهو ملحقش يفسر للناس غير يا دوب 26 جزء من القران وبس. الله يرحمه ويحسن اليه. بس انا دروسي دي الخدمه. لا استني يا حبيبتي، انا مش عايزك تفهميني غلط. الدرس اللي انت بتاخديه ده مش هو الخطر الحقيقي اللي احنا خايفين عليكي منه. الخطر بقى إن احنا نروح نحضر درس قبل ما نعرف كلام ربنا بيقول إيه، أم لما حد يشرح لنا الآيات دي على كيفه أو يستخدم الكتاب ده لأغراض شخصية نقول له لا ربنا ما كانش يقصد كده زي ما حضرتك بتفسر. فهماني؟ رد على التليفون وهكمل الكلام. أنا إذن حضرتك. ألو. أيوة خالد، معلش يا حبيبي أنا قلقتك. معمول سايلنت. بابا هنا اهو، تحب تكلمه؟ لا يا حبيبتي، انا هبقى اكلمه على التليفون الارضي. المهم طمنيني انت عليكي. وانت كمان وحشتيني قوي. مش لازم تخليه سايلنت يعني، على الاقل يعني اطمن عليكي برساله. وانا كمان. طيب يا حبيبتي، لا اله الا الله. سيادتك بعت طلبتني؟ عايزك من بكرة الصبح قدام بيت مريم.